تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ربما نعم نبدأ معك سي نعمان يخلف. سيدي الكريم، نعرف جيدا أن اليوم الفلاح الجزائري ومنذ بداية فصل الصيف، منذ بداية هذه الظاهرة الحرائق التي أكلت المساحات غابية واسعة تسببت في نفوق العديد من الدواجن، بما أنك مربي دواجن، تسببت في إتلاف أيضا العديد من الهكتارات من الأشجار المثمرة، في خسائر كبيرة. أنتم في ولاية ميلا، لو نتحدث قليلا فيما يخص شعبتكم أنتم فيما يخص يعني تربية الدواجن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم بالشكر الجزيل ونشكر السكان دوار مشتى بن عفاق، يشكروا كثير كثير. ما كانت النهار درجة الأولى، نحن نؤدي في واجبنا. شكروا كثير خاطر في الوسال أنا اللي جات لهنا وشافت الحالة اللي رانا فيها، وعلى راسها الجيش الوطني الشعبي جا ورافق العوا والدرك الوطني والحماية مشكورين. ونحيي قارة النهار والمؤسسة العسكرية والدرك الوطني والحماية المدنية، ولكن تبدنا خسائر فادحة. لغاز الحماية المدنية كانت فوق الطاقة نتاعها، ما نجمش. كاين الحالات نتاع الشرب يعني كما نقولوا احنا بالعامية، يعني ما واحد اللي ما تقدرش يعني ما جامي في التاريخ كان اللي عاش 90 سنة قال لك في حياتي ولا شفت الحالة كما هذا. وحنا مربين دواجن وعايشين بالفلاحة الريفية هنايا، لا حول ولا قوة لنا، يعني عايشين بالفلاحة التقليدية. وخادر الفلاح يوم معك في الاستديو يقول له الفلاحة التقليدية هو على باله، حنا قاعدين نخدموا كما يقولوا بالعامية بالحكام، ماناش لي مويان وماناش مصريين. وتكبدنا خسائر فادحة مربين دواجن والنحل. حبينا ايضا نفتحوا مجال ثاني للنقاش في هذه النقطه. انت قلت الان باللي ما راناش مامنين، يعني ما فيش تامين، ما درتوش. علاش ما امنتوش؟ احنا ماناش مامنين هنا، ما عندناش لي مويان. كانوا ودينا احنا بكري كانوا ودينا نمارسوا هذه المهنه هذه، قعدنا فيها ما خدمنا نهار وانا نهضر على نفسي. وكان الجوارين تاعي ولا نهار خدمنا في مؤسسه ولا عندنا لاسيرونس. كانوا زمان ودينا يسوريو الله يرحمهم يسوريو، ومن بعد كي يروحوا للسيرونس تاع السلاحه ما تقبلهمش. قلت صراحه كارثه، تشوف الوطنيه كما نقولوا حبه البرد يضيعوا الاخر المحاصيل نتاعهم ولا الدواجن هذه. احنا مبكرين نربي وبلديه العيدين هذه راهي كلاسيه الثالثه على مستوى القطر الوطني في تربيه الدواجن. شحال خسرتوا انتم؟ شحال خسرتوا في الدواجن يعني بسبب الحرائق؟ كم عدد الدواجن التي نفقت؟ ما نهضرلكش انا على العوام الاخرين هادو، عفوا كنا سوري بصح كي نروحوا لغالب ما يردوناش. ما كانش يقولوا لنا هضر، حنا هادو كلنا ما نزوروش، حنا تكبدنا خسائر فادحه هكذا والارزاق نتاعنا ما عندناش. نعم. وليداتنا دوك من البارح من الليل الاخر وما بالليل الاخر خلاص. أنا نعم. غير مع السلامه. ما عندناش سيدي. نعم سيد 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 نعمان، سيد نعمان يخلف. نعم. نعم يخلف مربي الدواجن من ميلا. سيد الكريم، كنت تستمع إلى الأستاذ شريف بن حبيلس وكان يتحدث حول نقاط مهمة فيما يخص قضية التأمين أيضا على الدواجن وعلى نعم. لم أستمع إليك جيدا سيد الكريم، يمكن أن تعيد ما قلت؟ نعم نعم تفضل. ثقافة التأمين هنا غايبة علينا تماما، يعني نهضروها نعم. صراحة خاطرش حنا ما نقدروش نأمنوا، حنا فلاحين تقليديين ما عندناش لي مويان وضعاف. حنا مربين دواجن هذه قادرين نخدموا كما يقول لك بالحفا، صار بالحفا بالعامية يخدموا بالحفا. لكن الآن أصبح التأمين أصبح واجب، أصبح لازم عليكم أنكم تمشيوا باش تأمنوا، أصبح ضروري. نعم ضروري يا أخي. سي لابونير انا درت انا كالاخر، انا ربع عائله في عمري 49 سنه دوك. الله يبارك. التأمين لازمني كذا وعندي عائله نخدم عليها دوك. انا كما المصيبه هذه بيتم على المكالمه هي مصيبه يا اخي، هي مصيبه صابتنا. نعم. هي دوك مصيبه صابتنا حنايا، وما في حياتنا احنا ما جاتنا الديكا كما هذه.
دوك حنا لو كان لقينا اللي يرافقنا ويجي وعينا ويفتح لنا الطرقه الاخر بدنا نروحوا نسريو، علاش لا؟ انا عندي العائله تمرض، انا قاعد نديها للطبيب، قاعد نديها كذا، ما عنديش لاسيرانس. ماشي غير انا، كاين بزاف جوارين اللي هنايا، كاين حوالي نعم واحد 30 مربي اللي هنايا مجواريني كامل. حنا بلديه ترعيبانا من افقر البلديات على مستوى الوطن، من افقر البلديات، لا عندها ولا وزين ولا كومبليكس ولا كذا، وين يخدموا الناس ما كان والو، راه الاخر قاعدين يخدموا غير في الفلاحه الريفيه هذه. والاستاذ قال له الفلاحه الريفيه على باله واش نعني احنا بالفلاحه الريفيه، هو على باله. جميل. نعم، شكرا جزيلا لك سيد نعمان يخلف، مربي أدواجن من ميلا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأكيد رسالتك وصلت إلى المسؤولين على القطاع.